اهلا بيكم في اولى حلقات برنامج مهمه 5 على 5. فكره بسيطه جدا، كل متسابق بنقدم له 5 مهمات، 5 اسئله، كل مهمه هينفذها بكل سؤال هيجاوب عليه هيكسب 5000 جنيه. لو عمل 5 مهمات صح وجاوب على الاسئله الخمسه صح هيكسب 25000 جنيه. خلونا نبدا التحديات الخمسه ونشوف مين اللي هيتعمل فيها ايه النهارده. سودة. ايوه فين منا حسن؟ ايه ليه؟ فين هي؟ ليه حضرتك؟ انتي؟ تعالي ليه؟ تعالي انزلي لي بس، تعالي انزلي. ليه بس سيادتك؟ ممكن انت منى حسنين دي مش طلبتي تشتركي في برنامج مهمه 5 على 5؟ ده حاجه كويسه قوي. دي ال 24 ساعه بتوعك ابتدوا من دلوقتي. حضري حالك. خمس مهمات بخمس اسئله، لو نفذتيهم هتكسبي 25000 جنيه. كل مهمه ما تعملهاش وكل سؤال ما تجاوبوش هتخسري 5000 جنيه. يا لازم توقيف القلب ده. بس الساعه دي في ايدك، دي فيها جي بي اس عشان اعرف اجيبك. اوكي انتي هتبقي تحت نظرنا 24 ساعه. اول مهمه بالنسبه لك تمسكي ده وتاخدي ده. ساعدي يا بابا ده مصحبتها. وتنقي 10 سيدات وتعملي مظاهرة في الميدان ده. المظاهرة دي لعودة المنج. وانت بتعملي بقى المظاهرة دي في ظرف 20 دقيقة الكلام ده كله. فكري في إجابة السؤال ده. من هي أول سيدة تشغل منصب وزيرة في الحكومة المصرية؟ يعني أنا هفكر في ده وأنا بقول. يعني تيجي تديني الإجابة. 10 سيدات قدامك 20 دقيقة وقتك ابتدى. يلا. لا 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 لا، مفيش وقت. انت قدامك 20 دقيقة ما تضيعهمش، مفيش ممكن. يلا.